من الكلمات الأخيرة لأستاذنا الكريم الأستاذ سامح عيد، لأنه حكم الفيلم بمبدأ الحلال والحرام والصح والخطأ، هو ما أثار رأيك؟ قضايا كثيرة في الحقيقة، لكن أنا أخالفه في هذا المبدأ العام. إذا تعرض العمل الفني سواء كان سينما أو إبداع مكتوب أو مرسوم أو غيره لما هو واقع تحت نطاق حكم شرعي يحاكم بالحكم الشرعي. والحقيقة أن هذه الفكرة هي ملك أصحابها ولا تعبر إلا عن أصحابها، لأنه في كل المجتمعات، على الأقل في معظم المجتمعات، الظواهر الاجتماعية المتصلة بالإبداع توجد معايير لقياسها. يعني أنا كمسلم إذا استندت إلى تاريخي، وهذا المثل قلت في حلقة سابقة، أنه عمر بن الخطاب عندما جاءه الحطيئة هاجيا شخصا ما هجاء مس كرامته سجنه فيها، وكانت أول مرة بيحاكم عمل إبداعي بمعايير أخلاقية. هذا الأمر فيه مدرستان طوال التاريخ، لا أعتقد أنه يتسق مع دين في كل هذا الكم من الأحكام الشرعية أن نخرج الأعمال الفنية من مظلة الأحكام الشرعية. هذه واحدة. الثانية أنه معايير التقييم ليست فقط الحلال والحرام، حتى إذا كان هذا المعيار مختلفا فيه، هناك معايير متصلة بالعلوم الإنسانية وبالفن. فكرة الصورة النمطية، هل حاول الفيلم أن يصنع صورة نمطية لفئة أم أنه تعامل مع سيرة شخص؟ ده معيار فاصل في الكلام عن ما إذا كان الفيلم جزء من معركة فكرية وأيديولوجية أم اجتهاد لشخص يرد عليه باجتهاد آخر. مثلا إذا توقفنا أمام عدد من المشاهد في الفيلم يتحدث فيها الأبطال عن مطلقات ومجردات، نحن أمام فئة بزي هذا الرجل الذي اختاره داعية، هذا زي أزهري، ونحن نعرف أنه المظاهر التي تشير إلى رمزية دينية في المجتمع المصري متعددة. ربما لو أخذت مجموعة من الصور لأشخاص يقفون على المنبر بينهم سلفي وبينهم شخص صوفي وبينهم أزهري ستجد أن المظهر يتفاوت. هو بالتالي اختار أن يذهب إلى هذا الزي والمظهر الذي هو أقرب إلى أن يكون شبه رسمي. طيب. نحن نعرف عمامة الأزهري ونعرف مظهره، هذه واحدة. أنا آسف أن أنا حتى استوقفتك بهذا الشكل، أنا عارف أن حضرتك بسلاسة عايز تاخدنا إلى الأعماق. نعم. لكن أنا برضو فاتني من حيث المبدأ، حضرتك برضو شايف في الفيلم أو توقيت إذاعة الفيلم قبل الدخول طبعاً لكل هذه الأمور في الأمر ملاحظات ليس فيها تفتيش في النوايا. أنا شاهدت حواراً لمجدي أحمد علي مخرج الفيلم مع الأستاذة رشا نبيل على قناة دريم بعد بث الفيلم بوقت قصير جداً. كان في عدد كبير من أسرة الفيلم، وتحدث بوضوح عن مواجهة مشروع سياسي في مصر، وعن لحظة تأخرت كثيراً، وعن ما شاهدناه بعد وصول محمد مرسي للسلطة، وأن هذه الأمور متصلة وليست منفصلة، ويجب أن نواجه ويجب أن نفضح هذا الفكر وما إلى ذلك. ده يفهم منه أنه الفيلم أمر دبر بليل ولا عادي؟ أنا لا أميل إلى دبر بليل، لكن على الأقل أن الراجل كان صريح ومتسق مع نفسه، واضح أنه في فكر صراحة ما بنواجهه بفكر آخر، لكنه فكرة التآمر أو أن احنا بنخطط لشيء في الخفاء ده مستبعد. يعني ليس بالضرورة أن يكون ما يدبر بشكل مخطط هو مؤامرة على الإطلاق، لكن أنا توقفت أمام ملاحظة أنه المهندس نجيب ساويرس هو منتج الفيلم، وهذا الكلام قاله إبراهيم عيسى في حوار مع بي بي سي، ومن حقه أن ينتج، هذا شأن شخصي تماما، لكن من حق الناس أن تعرف.